الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الفل الأبيض في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل لعنا كل خير. إذا رأت المرأة الحامل في منامها الفل الأبيض فتلك الرؤيا والله أعلم علامة على إنجاب فتاة طيبة وجميلة وبر بها، بينما والله أعلم تدل رؤية الفل الأبيض في منام المرأة المتزوجة على رزق كبير في طريقه للوصول إليها، وتشير الرؤيا والله أعلم إلى الرفاهية والسعادة التي تعيشها صاحبة الرؤيا بشكل عام. والله أعلم رؤية الفل الأبيض في المنام دليل على الخير الذي سيصيب صاحب الرؤيا والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يشم الفل والله أعلم يحتمل أن يكون علامة على إصابته بوعكة صحية، وإذا رأت المرأة الحامل في منامها أنها تشم الفل والله أعلم يحتمل أن يكون علامة على ولادة سهلة ومتيسرة والله أعلم. رؤية الفل في المنام لمن لم ينجب والله أعلم علامة على الذرية الصالحة. رؤية الفل في المنام بشكل عام يحتمل والله أعلم علامة على الأخبار السعيدة لصاحب الرؤيا والله أعلم. جني الفل في المنام من الرؤيا المحمودة والتي تدل على الخير، حيث تدل الرؤيا والله أعلم على الرزق الكبير لصاحب الرؤيا. إن كان لدى صاحب الحلم مشروع فتلك الرؤيا قد يحتمل والله أعلم علامة على نجاح هذا المشروع، بينما إذا وضع الرأي الفل على رأسه ليتزين به فوالله أعلم علامة على الترقية والوصول إلى مكان عالي. إذا رأى الشاب الأعزب في منامه أنه يحمل زهرة الفل وكان سعيدا فتلك الرؤيا والله أعلم علامة أنه سيخطب فتاة صالحة وجميلة عن قريب. رؤية هذا الحلم للمتزوج والله أعلم علامة على الإنجاب، وستكون ذرية صالحة إن شاء الله. زهرة الفل في المنام طبقا لتفسير العلماء دليل على الشرف والأمانة، وفي منام المسافر فقد تدل على عودته إلى وطنه وأهله والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تسير في طريق مفروش بالفل فوالله أعلم يحتمل علامة أنها تواجه أي صعوبات تقف في طريقها إن شاء الله تعالى. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.